مشاهدين التشبيق انا شفت في مرحبا بكم في المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف هذا كنختار لكم لحظات خروج زبائن الملاهي الليلية في عيد بالنسبة للمشاهدين الكرام اللي كي بقوا معنا طيلة الفترة الليلية. منين كنشوفوا هاد المناظر ما كنحبوش اننا نشهروا بالناس، لكن كنبينوا الوجه الاخر لليل الدار البيضاء. نتمنى انكم تشوفوا. إذن مشجرة أمام إحدى، أنتم تشوفوا مشجرة أمام باب ملهى ليلي، شنو واقع؟ أنتم الساعات في بعض الحانات معروفين الملاهية انه كيعرفوا كيتغلقوا مع الخمسة ديال الصباح. هذه 5:10 ديال الدقائق الملهى الليلي باقي خدام وباقي كيخرج الناس. اذا اشنو واقع؟ واش هاد صاحب هاد الملهى فوق القانون انهم كيجيو على الناس؟ مباشرة على قناتكم قناة شوف تي في، راه حنا كنوريكم ما يقع. بمدينة الدار البيضاء في الساعة
الساعات المتأخرة من الليل، ننقل لكم الصورة كما هي وبكل وضوح. شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعة، نكتفي بهذا القدر، أكيد أنكم شفتوا ليل الدار البيضاء وحقيقة ليل الدار البيضاء من أمام أحد أشهر الملاهي الليلية بعين دير. شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.